اسأل عن تاريخ السمعة ما طول شعرب يومان ولا دقني طلعت بجمعة مثل نار عم تاكل بس بتحرق يلي بإيدها كله من إيدها كله من إيدها لما القلب يتكسر يندعس بدن ياني ساوم أرضى خلق وينين واتأقلم بدل ما قاوم اكلب عالليرة وداوم ادفن شغفي وغرامي فيا بطلع عاطل عن العمل يا واطي وحرامي واصل عالجيب ملايين بعرف هيك الله بيريد لو بدي وصل رسالة اشتغلت ساعة بريد شعب جاهل بده زبالة بده أيقونة هراءة بدن عالم عم بترشق ما بتراجع لي بوراقة علمني شو بدي اعمل فضة بضب بامرك الابجدية زيتها بس منك سمراني بعمرك بيجوني بلا ما اطلب انا جاذب كنز الدفين سحر ابيض اسود احمر مع كل اقلام التلوين برجع بحكي بشكل عام خوفا انه ضيع دقيقة ولما حضر الالحان عم حاكي روح الموسيقى خليلي عرش الذهب تارك امجادي يغروك بالليل بولع جمرة وبقعد مع السبع ملوك ما تسأل خبر عني تعا اسألني خدن مني حرفي باقي معلم يعني اسمي وشم هني حني فمحترف بجدارة ببرق رونك ما بتنطحني وغير ما اعترف بخسارة ما بحياتك بتربحني ما تحكم عنوان بدك تقرا بين السطور فصيلة حيوان يا سائر يا مشهور مشهور رح بتصير اذا بحطك براسي كلب اسير معوض على الحراسة دراسة تحليل نتيجة وباء كذب تحميل مسؤولية واعباء سطحي بنحل بنحط بخنزر غايب عن الوعي مخدر مشنزر بعطي حالي قيمة مش مستعجل للمليون يا بنجع عقوانيني يا 600 عمرها ما تكون ثابت بالمبدأ بس بالمبدأ ما رح اثبت ما بترك اسرى دليني مين اللي عم يطبعت في حرب عالرجولة عالامثولة اللي محدثها في حرب عالاصولة وانا اصولي مقدسة في حدود لوصولي بيقولولي ما تدفشها حطوا قيود لخيالي وانا الغلالة بقطشة والاسامي بخطشة تاريخي مفعم جدال والهدية ما بوقفها عم درس معجم لشبال فطمن بالك يا صاح لي ما صاح حد الان حكيو فاضي بعرف بس رح يصرخ بالتم الملقان ما بنتشابه انا بشوب صحيري بنقول حضارة ما نتشابه هن عيوب مواش الوقت جزارة عم بتباها بالرفض لو موهبتي ببلاش احرقتا ندفي بتعمل الفرق بين الجمل والحمل نقطة كأني طائر فينيقي مثل السهم براس السرب الملك الحقيقي بيسبق ضباطه عالحرب وبيخاطر بحاله قبلن لهالسبب توجوه دقت قلبه عقلبن عيشن فعيشوه بكل تراك بتنلعب اللي فيها الحزن والغضب اللي فيها البطل او اللي انخزل فيها مسبة او ادب روحه بتحضر تسكن جسمك تتقاسم هيدا الكيان وهويته بتتشارك اسمك بدل القلب يصيروا اتنين دم واحد من عروقي وعروقن جاية دم واحد والمسيرة كفاية دم